فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ماذا نفعل إذا وقعت الفتنة بين علماء أهل السنة والجماعة؟ فما العمل في ذلك؟ إن شاء الله ما تقع الفتنة بين العلماء، العلماء المعروفون ما تقع بينهم فتنة، إنما تقع بين المتعالمين أو بين المبتدئين في طلب العلم، واللي تقع بينهم فتنة بسبب قلة علمهم. أما العلماء المتمكنون فلا تقع بينهم فتنة، والحمد لله. نعم.